l'intervention des hélicoptères pour lâcher l'eau. On a lâché, il y a des lignes haute tension. Donc on a coordonné avec eux. À chaque besoin, on les coupe volontairement. D'accord, nous avons fait 900 hectares, mais ça continue. Donc. كانت هناك أكثر من 500 ألف زبون ومواطن كان يعني من 6 قطاعات، وفي حوالي 24 ساعة الأولى بقى في حقه يعني حوالي 100 ألف فقط، يعني أسرة اللي كانت معنية بقطاع الأعضاء، وكذلك الغاز بدرجة أقل في البداية، ثم قمنا بقطع الغاز لحوالي 35 بلدية، كذلك إجراءات احترازية. تقريبا انتهينا من كل عملية إرجاع الكهرباء لولاية تيزيوزو لكل يعني المواطنين. اليوم كنا شفنا وزرنا بعض المناطق وشفنا يعني ماذا كان جاهزين لإتمام المرحلة الثانية اللي هي إعادة هيكلة كل الشبكات، وكذلك بعض يعني الرد بالكهرباء دي برونجمون اللي كانوا الناس ما كانوش متواجدين، وبعض اللي كانوا يساهموا في مرحله يعني ارجاع التيار في مرحله الاصلاح.